بالنسبه لي انا الموضع ديال السن ما يكونش بان عنده واحد العرقله او لا، الا كان كاين شي تفاهم شي تناسق فكري او لا ماشي مشكل. ونرجعوا للسيرة النبي عليه الصلاه والسلام، راه زوج امنا خديجه وهي اكبر منه، فهمتيني؟ وما كانش لانه حتى حتى ملي كان كيهضر عليها بعد المده كان كيقول بان اني رزقت حب خديجه، فهمتي؟ لان بالنسبه لي راه الا كانوا مقتنعين ببعضهم ما كاينش واحد الاشكال، لا ماشي يكون بزاف، ولكن يكون على الاقل غير واحد الاقتناع، انت مقتنعه بذاك الشخص وذاك الشخص مقتنع بك، فهمتيني؟ كيكون كاين واحد التناسق. اما ملي كيكون شي واحد مبزز على اخر في العلاقه راه كيكون شويه المشاكل كيهدكو مشاكل. اما حنا واقيلا كنظن بان حنا وصلنا لواحد الزمان بان عندنا واحد التوعيه د الفكر وبزاف د الحاجات، هادشي اللي كاين.